بنتعلم على الداتا اللي موجود فيها خلايا فاضية، وبنخش من قائمة روم على حاجة اسمها find and select، find and select، وبننزل على حاجة اسمها go to special، go to special، وهنختار من هنا البلانكس. هنعلم ونختار ان احنا عايزين نحدد على البلانكات الخلايا الفاضية. بعد كده هنقول له اوكي، هلاقيه علم لي على اي خانة فاضية. هدوس كليك يمين واقول له ديليت، عايز امسح الايه، عايز امسح السيلز دي. طيب بعد ما اقول له على ديليت هيقول لي طب انت عاوز تعمل ايه، شيفت سيلز رايت، تنقل الخلايا ناحية اليمين، ولا اب، ولا انتاير رو كل الصف، ولا انتاير كولم كل العمود. انا اقول له ارفع الخلايا لفوق، او زي ما انا حابب بقى بختار الاوبشن بتاعي، بقول له اوكي. بلاقي ان كل الخلايا الفاضية اتشالت، والجدول بتاعي بقى كل